اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه في سادسه. خليني طيب قبل ما ندخل بقى في الفيديو كونفرنس اقول لكم بس بدايه قرارات اداره المسابقات في اعقاب الجوله الاخيره من بطوله الدوري. خليني اقول انه اداره المسابقات باتحاد الكره المصري اعلنت عن قراراتها عن مباريات الجوله الاخيره لمسابقه الدوري الممتاز على النحو التالي. بدايه طبعا عندنا غرامه ماليه على نادي طلائع الجيش 20,000 جنيه لتاخر الفريق في النزول لارض الملعب في مباراته مع المصري. ايقاف اسامه عزب ومصطفى شبيطه لاعبي مصر المقصه مباراه واحده لحصول كل منهما على الانذار الثالث. ايقاف علي جبر لاعب بيراميدز مباراه واحده لحصوله على الانذار الثالث. ايقاف فتحي مبروك عبد العزيز لاعب غزل المحله للطرد لمنع فرصه هدف في مباراه فريقه امام المقاولون. غرامه ماليه 100,000 جنيه على نادي الزمالك للهتاف الجماعي والسباب ضد عناصر اللعبه اثناء وبعد مباراته امام البنك الاهلي. غرامه ماليه 100,000 جنيه على نادي الزمالك لنزول اعداد زائده اثناء الشوط الثاني من المباراه نفسها مما ادى الى توقفها لمده 3 دقائق. ايقاف احمد ابو الفتوح لاعب الزمالك مباراه لحصوله على الانذار الثالث في المباراه نفسها. ايقاف حازم امام لاعب الزمالك 4 مباريات وغرامه 100,000 جنيه للسلوك غير الرياضي. ايقاف محمود عبد الرازق حسن الشهير طبعا بشيكابالا لاعب الزمالك 8 شهور وغرامه 500,000 جنيه لتكرار اثاره الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسؤولي النظام والاتحاد بعد المباراه نفسها. دي عقوبات طبعا الخاصه بالجوله الاخيره اللي شهدت الحقيقه احداث مؤسفه في توقيت كان المفترض الحقيقه انه يكون اجواء احتفاليه. يعني انا يعني احنا بنتابع في كل انحاء العالم وهنشوف معاكم الحقيقه النهارده لقطات توضح الفرق الكبير الفرق السنين الضوئيه. الحقيقه انا هنا مش بتكلم بس على اتحاد كوره ومش بس بتكلم على انديه مفترض ان هي بدايه يعني تكون هي حجر الزاويه فيما يتعلق بالاخلاقيات. اي لاعب لابس فانيله نادي هو بيمثل هذا النادي وبالتالي اسلوبه سلوكه تصرفاته كلامه محسوب بالتاكيد على النادي. اي شيء بيسيء للمنظومه. وكان من المفترض انه نادي بحجم نادي الزمالك كان من الاولى ومن الاجدى ان هو يكون صاحب العقوبات للخروج عن النص. قلنا مرارا وتكرارا واعتقد ده مبدا ما حدش يقدر يختلف عليه انه الاخلاق والسلوكيات تاتي قبل البطولات والالقاب. ده شيء ما فيهوش شك وانه الالقاب والبطولات والنجاحات والانجازات اللي تاتي على جثه الاخلاقيات بناقصها. في حد ممكن يختلف مع الكلام ده؟ في حد ممكن يكون شايف ان الكلام ده خارج المنطق؟ نرجع مرة تانية وبنقول إحنا بنعلم ولادنا إيه وبنعلم أجيال اللي جاية إيه. وفي النهاية برضو في علامة استفهام، هل العقوبات دي تحقق مبدأ الردع؟ يعني بمعنى هل العقوبات اللي صدرت بحق أي كائن من كان، يعني مش بتكلم على اسم حد بعينه، تخلينا نتوقع إن إحنا ما نشوفش تكرار للسلوكيات دي مرة تانية في ملاعبنا؟ المشاهد دي ما تدخلش بيوتنا؟ وارجع تاني واتكلم بعيدا عن مسؤوليه الانديه وبعيدا عن مسؤوليه الاتحاد، اتكلم على عقليات اللي ازاي بتكتب تاريخها. مهما كانت امكانياتك ومهما كانت نجوميتك ومهما كانت موهبتك ومهما كانت انجازاتك، يعني واحط تحت كلمه انجازات دي مليون خط، ده ما يديكش حق ابدا في التطاول او التجاوز او الخروج عن النص باي شكل من الاشكال. العقلية اللي خلت محمد صلاح في المكانة اللي بيتمتع بيها النهاردة خليته في وسط واحد من أو خليته واحد من وسط أهم مجموعة أسماء في عالم كرة القدم، هي العقلية اللي افتقدتها كتير من مواهب الكرة المصرية واللي راحت لطريق للأسف الشديد جدا مش لاقيله مسمى غير أنه طريق منحرف بعيدا كل البعد عن الرياضة وعن أخلاقيات الرياضة اللي المفترض يعني الناس بتمارس رياضة عشان تسمو بأخلاقياتها، الناس بتمارس رياضة عشان تعلى بروحها، الناس بتمارس رياضة عشان تبعد عن كل ما هو مرتبط بالعنف أو بالانحراف أو بالتطرف أو بالتعصب، عشان كده الناس بتلعب رياضة، وده الفرق اللي مخلي الرياضة في العالم كلها والكرة القدم في العالم كلها في حتة
واحنا للاسف شديد جدا في حته تانية خالص، ابعد ما تكون عن الرياضه وابعد ما تكون عن الاحتراف. هل من الممكن انه لاعب مصري محترف في اي دوري من الدوريات يعمل نفس السلوك؟ اشك. هل من الممكن ان المشاهد اللي احنا شفناها في الدوري او في المباراه الاخيره في احتفاليه مفترض انها احتفاليه فوز وتتويج بدرع الدوري تتكرر في دوري تاني من غير ما اشوف عقوبات رادعه؟ اشك. على كل الاحوال عشان ما نضيعش وقت حلقتنا وعندنا فقرات كتيره جدا مفترض واحنا بنشتغل عليها وبنحضرها لجمهور النادي الاهلي ولمشاهدي السادسه انها تكون ممتعه، خلينا ما نضيعش وقت اكتر من كده في كلام الحقيقه تعبنا من وملينا من الكلام فيه مرارا وتكرارا. خلينا نروح لواحد اعتقد انه شاهد على مش شاهد على عصر ده شاهد على عصور، محب الريدز الانفيلد قلعه ليفربول حقيقه كان شاهد على عصر امتد يمكن لاكثر من 40 سنه من بدايات السبعينيات ووصولا ل 2016 في اخر مباراه علق فيها عليها من داخل استاد او ملعب الانفيلد ليفربول ونيوكاسل، كانت نهايه مشوار لكن ده ما يمنعش انه يبقى الحقيقه واحد من اهم من حملوا ذاكره ليفربول. جورج سيفتون صوت الانفيلد ضيفنا النهارده في السادسه في لقاء خاص وحصري في السادسه، هنشوفه ونتابعه حالا. I grew up in a family of Liverpool fans. Came from the first game here in January 1960. I'm living the boyhood dream basically. Morning George. Good morning George, welcome to Anfield. Morning, right. Walk on. Number 10, David Fairclough. Number 11, Terry McDermott. Very warm welcome to today's Barclays Premier League match between Liverpool and Newcastle United. جورج سيفتون صوت الانفيلد ضيفنا النهارده في السادسه من خلال الفيديو كونفرنس. خليني في البدايه طبعا ارحب بيه واشكره شكرا جزيلا، طبعا شرف لينا انه يظهر معانا على شاشه الاهلي طبعا في السادسه. بشكرك بدايه على وجودك معانا وشرف عظيم لينا استقبالك من خلال الفيديو كونفرنس. مع بالغ سروري في تواجدي معكم. خليني في البدايه ابدا مع تاريخ طويل واعتقد مشوار كبير جدا قضيته مع الليفر، ليه بدايه اخترت الريدز وايه مدى ارتباطك وايه اللي بيميز الريدز والانفيلد وجمهور الانفيلد من وجهه نظرك عن باقي الانديه في انجلترا؟ ولعي وتميز الليفربول ولعي بالليفربول كان من البدايه. أنا دائما ما كنت مشجع ليفربول ودائما أتابع ليفربول في كل المباريات. أنا كنت في يوم من الأيام واحدا من الجماهير المشجعين، والآن لمدة 50 عاما أنا الآن معلق للنادي. كان الأمر رائعا أن أتواجد كل هذه المدة في ليفربول. ليفربول طيب خليني أسألك على أهم اللحظات التاريخية اللي حضرتها كمعلق داخل الأنفيلد مع الأجيال المختلفة من ليفربول، إيه الحاجات اللي مش ممكن تغيب عن ذهنك أو الحاجات اللي محفورة في ذاكرتك؟ بالطبع يوجد لحظات كثيرة، منها أول يوم أعمل في الأنفيلد كنت مرتعب وكنت أشعر بالقلق الشديد، وبعد مرور هذه السنوات وفي عام 1970 في نهائي بطولة أوروبية كان الأمر رائعا، وعام 2001 كذلك، وعام 2005 في نهائي بطولة أوروبا أمام الإي سي ميلان،
وأدينا مباراة قبل نهائي رائعة أمام تشيلسي أيضا، كانت ليلة رائعة لجماهير ليفربول. كان مررنا بلحظات رائعة في نهائي في قبل نهائي هذه البطولة. هذه كانت أفضل الليالي التي مررت بها في ليفربول. كان الأمر كان مثابة فيلم بالنسبة لي، لم يكن الأمر كأنه حقيقي أن تبات ليلة رائعة كفائز في هذا اليوم. كان أمر رائعا. إيه اللي تغير من أول ما بديت مشوارك في الأنفيلد لغاية النهاردة؟ بالتأكيد مشوار طويل، في عدد كبير جدا من الأجيال وفي عدد كبير جدا من النجوم لعبوا لصالح ليفربول، وبالتأكيد في إنجازات كتيرة جدا، لكن من البدايات وصولا لغاية النهاردة إيه اللي تغير في الأنفيلد؟ إيه اللي تغير في ثقافة جماهير الكرة في الأنفيلد؟ التغيرات كبيرة من بدءا من الاستاد والمباني، والامر واضح جدا. فالنظام الان الذي يدير النادي نظام ممتع جدا. يوجد الان نظام مختلف عما كان من قبل يدير النادي ويدير الاستاد. الأمر كان صعبا في الماضي، لكن الآن بالنسبة للأنفيلد أصبح استادا وملعبا رائعا، وأصبحت المدرجات مذهلة. لديك زوايا رؤية رائعة عما كان قبل، تستطيع أن ترى اللقاءات بشكل رائع. لدينا بالفعل تغييرات جميلة. بمناسبة الكلام عن الأنفيلد، في كلام على بعض التوسعات وعملية تطوير مفترض أنها تحصل في ملعب الأنفيلد، برضو ممكن نعرف منك آخر تفاصيلها. التغييرات بدأت في نهاية في الملعب القديم. كان لدينا 45,000 مشجع، والآن سيكون لدينا 61 أو 63,000. التصميم أصبح عملي جدا وأصبح رائع جدا، وأمر يجلب السرور لأي مشجع ليفربول أن يرى الاستاد. لو كلمتك عن كرة ليفربول بداية، هل من الممكن أنك أنت تختار أو تميز بين الأجيال اللي لعبت لصالح ليفربول؟ مين هو أفضل جيل من وجهة نظرك؟ من فضلك اعد السؤال مره اخرى. بسالك على من وجهه نظرك، وانت كنت حاضر على اجيال مختلفه لعبت باسم ليفربول ولبس التيشيرت النادي، مين افضل جيل من وجهه نظر جورج سيفتن في الاجيال اللي لعبت لصالح ليفربول؟ مستر سيفتن، اعد السؤال يا استاذ احمد. بطلب منك تختار مين افضل جيل او افضل فريق مثل ليفربول على مدار التاريخ اللي انت كنت حاضر وشاهد عليه في ملعب الانفيلد. حسنا، كان لدينا فرق رائعة على مر التاريخ. الأمر صعب جدا أن أختار جيل محدد. كان لدينا لاعبين رائعين، كان لدينا نجوما كثيرين على مر تاريخ ليفربول. الأمر صعب أن تختار. أنا لازلت مشجع كرة القدم في المقام الأول، فالأمر طب كمشجع أعتقد أنها أعتقد أنها متعة كبيرة جدا أنك أنت تتابع مشوار ليفربول الطويل جدا والممتد في بطولات محلية أو بطولات أوروبية. قبل ما أسألك على نجوم ليفربول، خلينا أسألك على أهم النجوم اللي أنت شفتهم وتابعتهم، مش بس كمعلق في الأنفيلد لكن كمشجع كمان لعبوا قدامك في ملعب الأنفيلد. كيني دالغليش هو واحد، هو الأفضل بالنسبة لي.
اختار ديني كيني دالجليش هو اختاره كافضل لاعب لعب في تاريخ ليفربول. ولو سالتك عن الفرعون محمد صلاح، بدايه انضمامه لليفربول، هل كان متوقع ليه النجاح الكبير اللي حققه مع الفريق؟ عايز اعرف منك ازاي استقبلته جماهير الانفيلد، وكانت ايه توقعاتك انت شخصيا لمحمد صلاح في بدايه مشواره؟ حسنا، صلاح حينما اتى الى ليفربول لم نكن نعرف الكثير عنه. من اليوم الاول الذي اتى به الى ليفربول بدا كانه بطلا، الامر اذهل الجميع من مشجعي ليفربول، الكل كان سعيدا. اذا رايته يلعب في ملعب ليفربول او اذا رايته في الشارع او يذهب الى محل التسوق، الامر كان رائعا. نحن نعرف صلاح جيدا الان، لاعب جيد ولا يزال محمد صلاح لاعب رائع وشخصيه رائعه. من اول يوم اتى فيه لليفربول حتى الان ومر العديد من السنوات، هو نموذج للاعب الرائع الذي تود ان تراه في ناديك. وليس فقط لاعب كره رائعه، ولكن الجميع يحب محمد صلاح على المستوى الانساني. خلينا نتكلم اكتر على رايك في نسخه ليفربول السنه دي. معظم الفرق الانجليزيه الكبيره اللي بتنافس على اللقب عملت ميركاتو قوي جدا، يعني المان سيتي اعتقد صفقه جاك جريليتش في منتهى القوه، بنشوف مانشستر يونايتد ثلاث صفقات من العيار الثقيل، سانشو، بنسمع امبارح عن رونالدو، ومن قبلهم المدافع الفرنسي فاران، لوكاكو مع تشيلسي، وتشيلسي الحقيقه يمكن مع توماس توخيل ليه مردود قوي جدا في الوقت اللي ليفربول ما عملش صفقه من العيار الثقيل. في بعض الكلام عن اهتمام ليفربول بضم مبابي، يهمني اسمع رايك في ميركاتو ليفربول في الصيف ده. بداية للتحدث عن هذا الأمر، يظل لدينا يومين أو ثلاثة في سوق الانتقالات، لا نعلم ماذا سيحدث. ليفربول أجرى صفقات رائعة قبل ذلك ولديه فريق رائع. استخدم هارفي إليوت وصعده للفريق الأول. فما سيحدث الآن في الأنفيلد؟ لدينا الآن لاعبين رائعين بالفعل بعقود كبيرة، ولا يعلم أحد ماذا سيحدث في الأربع أو الخمس أيام القادمة في سوق الانتقالات. ربما نشهد مفاجأة، ممكن نرى مهاجم آخر في ليفربول يكون مفاجأة للجميع. إن الأمر ليس كما يبدو. الاسم اللي انت تتمنى انه يكون موجود مع سكواد ليفربول، مين اللاعب اللي تتمنى وجوده يكون اضافه من وجهه نظرك لفريق ليفربول؟ حسنا، هذا سؤال جيد. انا ارى ان الفريق رائع، لكن اللاعب برايتون بوساكا هو لاعب جيد جدا ويناسب الطريقة التي يلعب بها ليفربول. لو طلبت منك تستدعي أهم هدف أحرزه محمد صلاح مع ليفربول من وجهة نظرك وتعلق لنا عليه مرة تانية على الهوا دلوقتي. ممكن نفتح صوت جورج سيفتن. حسنا، أهم هدف ربما البنالتي، ركلة الجزاء أمام توتنهام في نهائي تشامبيونز ليج. هو أحرز الهدف وتوجه للجماهير، كان الأمر رائعا بالنسبة لي. We just want to keep him safe
يجب أن نحافظ على محمد صلاح. محمد صلاح لاعب رائع ومفيد لأي فريق يلعب له. He can make players happy even though they're not playing in the first team. They all know they're all part of a big, big family, and that's the way. كلنا نعرف أن ليفربول عائلة كبيرة ويجب أن تظل كذلك. أنا عايزك تستدعي اللحظة أو الثانية قبل ما محمد صلاح يسدد ضربة الجزاء وتعلق لنا عليها أثناء تسديدها وتحقيق الهدف ورد فعل الجمهور في الملعب. حسنا أستطيع أن أفعل ذلك. Obviously, Mo scored, and I had my microphone right up to the top, and it was so good to have a crowd in there who could cheer, and I'm shouting and screaming, "Scorer for Liverpool, number 11, Mo Salah," and everybody goes crazy. They were just so pleased to be back inside Anfield and watching Mo Salah. Do what he does best and scoring goals. حينما قلت هدف محمد صلاح الجميع انفجر من السعادة في المدرجات وكان الأمر مذهلا. جورج سيفتن، هل تتوقع أن ليفربول عنده القدرة على العودة لمنصات التتويج سواء في الدوري الإنجليزي البريمير ليج أو في الشامبيونز ليج الموسم الحالي تحت قيادة يورجن كلوب؟ بالطبع، لدينا فريق رائع يستطيع أن يفعل ذلك. في العام الماضي كان الأمر سيئاً بعض الشيء، ولم يكن لدينا نفس الزخم الجماهيري في الملعب الأنفيلد، لكن الآن نرى الجماهير متواجدة ونرى اللاعبين مستعدين أن يعودوا مرة أخرى لمنصات التتويج. لدينا الآن فريق متكامل، لدينا دوري محلي، ولدينا دوري الأبطال، لدينا بطولات نسعى إليها، وخصوصا البريمير ليج هو الجائزة الأكبر لجماهير ليفربول. نحن انتظرنا 30 عاما من قبل نحرز البريمير ليج. يبقى هتاف يول نيفر ووك الون هو الأشهر في ملاعب الأنفيلد. أختم لقائي معاك طبعا بعد ما بشكرك مرة تانية وبكرر شكري على وجودك معنا أن احنا نسمع نفس الهتاف بصوت جورج سيفتن. أنا توقعت أن أسمع ذلك. أتوقع أن أسمع هذا الهتاف في العديد من الليالي القادمة. ممكن نسمع بصوتك قبل ما نختم لقاءنا؟ Can we hear it? You wouldn't like, I can't sing for Toffee. حسنا، أنا لا أستطيع أن أغني بشكل جيد، لكن لا أستطيع أن أؤدي الغناء الآن جورج سيفتن طبعا المذيع التاريخي للأنفيلد. بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا في السادسة. بالتأكيد طبعا ذكريات كتيرة جدا، ويهمنا طبعا نسمع من الأنفيلد دايما لاهتمامنا طبعا واهتمام الجماهير المصرية بمو صلاح. خلينا نروح لفاصل ونتواصل مع حضراتكم بعد الفاصل مرة تانية في السادسة.